وصفتنا باستا مع السيفود، هذا لقيته بالجمعية، كوكتيل مأكولات البحرية. هو المفروض انه يعني اكتفي بهذا، انا ما اكتفيت، حطيت بعد تشيس مال الربيان هذا الدانة، نظفناه غسلناه، وهذا اللي هو الكوكتيل، لان شفت انه شوية ميكس من المأكولات البحرية، مثل في كلماري، في ربيان صغار، بلح البحر، شنو سلطعون اللي هو القبقب، اخطبوط، هذه المكونات مالت المنتج هذا. فترى مو شرط هالماركة، ممكن اي ماركة ثانية، ترى تكتبون عليها ثمار البحر كذي حق هالوصفات هذه. تذكرت حطيت الستاند، ولا ما تذكرت الحين حطيت الستاند. الحين زيت عندنا زيتون يسخن، بعد راح احط عليه حوالي فصين ثوم، فصين، واحمرهم. تمام، المطبخ الايطالي يعز الثوم. حطيت عليه هذه اللي هو ثمار البحر، بس بقلبه شوي، بعدين احط عليه الربيان. راح احط الحين الربيان، هو المفروض اكتفي بهذا التشيز، بس انا صراحه حبيت ازيد الليدام او السي فود بالوصفه لغاية ما يتغير لون الربيان. طبعا الحين شوي يتغير لونه، راح اضيف شوي بقدونس وبشر ليمون، كذا يبشرون لي بشر شوية مو وايد عشان الزفرة. شوفوا هذا الليمون، بشر ليمون، شيء بسيط مو وايد، بس عشان ينكه الموضوع. وصفة إيطالية وأجنبية، يعني أنا ما أخذتهم ترجمتها زين. هذا هو بديل الواين، فيها واين، إحنا نستخدم بديل واين، هذا بديل واين الأبيض. وين نحصله؟ بالجمعيات، مركز السلطان، بسيبكو، بلولو، كل مكان. راح نحط ربع كوب تقريبا. هذه المرحلة راح أحط فلفل اسود، وراح احط ملح، لازم ملح طبعا. هذا الملح، باخذ شويه من ماي سلق الباستا. تبون سباجيتي، تبون انا اليوم اخترت هذا الفوتوشيني اللي هو الشرايط العريضه. بعدين عندي صلصه طماطم جاهزه، هذه الأعشاب، ما تعرض الطبيعة، بريك، وأي شيء. يعني هي مو يعني باستا صوص واحد، لا، راح نسويها بالبينك صوص. بعدها راح نضيف كريمة الطبخ مالت كيدي، هذه نص بس، مو كلها، نص. كذي كافي، نخليها كذي شوي 5 دقائق على النار، وبعدين نضيف لها الباستا، وراح نزينها بالجبن بارميزان شوي، راح نحط عليها والبقدونس. الحين راح اضيف الباستا على دفعات، دائما اقول لكم ضيفوا الباستا على دفعات عشان تشوفون الصوص يستحمل ولا لا. قلبه مع الصوص كذي من غير ما اخليه تقطع. الصوص يستحمل ان شاء الله. باستا دائما اقول لكم تبونها تصير مثل ما في المطاعم، قدموها حالا، اكلوها حالا كذي مثل ما هي، بس ارش عليها جبن بارميزان، زينها وانتهى الامر.